بيروحوا أشغالهم، بيروحوا من غير نفس وبيشتغلوا من غير نفس وبيبذلوا في أشغالهم دي القدر الأقل من المجهود، إما من منطلق إن هم خلاص اكتسبوا من الخبرات ما يكفي إن هم يقدروا يمارسوا طبيعة عملهم وهم سايبين إيديهم زي ما بتهال، أو من منطلق التكاسل. وتسمعوا بقى في الحالة دي كلام من عينة حلو كده، بارك الله فيما رزق، هو الشغلانة مش محتاجة أكتر من كده، على قد فلوسهم، والنوع ده من الكلام. فإحنا بالتالي عايزين في الجزء الأول من حلقتنا النهاردة نتكلم مع حضراتكم عن مبدأ وعن فكرة الإخلاص في العمل، لأن الفئة اللي مننا اللي إحنا بنتكلم عليها دي مسقطة تماما من حساباتها فكرة وقول اعملوا، ومسقطة بالتالي من حساباتها فكرة فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فخلونا النهاردة نتكلم في حلقتنا عن فكرة الإخلاص في العمل. هنتكلم في هذا الأمر مع ضيفنا العزيز اللي منورنا في حلقتنا النهاردة، فضيلة الشيخ مصطفى العكريشي، الداعية الإسلامي والمستشار الديني لمؤسسة نبض الحياة. يا مساء الفل. يا مساء الأنوار. منور الدنيا. كل لحظة وأنت طيب. حبيبي. وكل دقة قلب وأنت جوه القلب. يا رب يخليك. وكل طرفة عين وأنت جوه العين. بنسعد والله وبنتشرف، والأهم بنستفيد دايما من خلال وجود حضرتك يا حبيبي. ربنا يعزك يا رب. فكرة الإخلاص في العمل كتير جدا مننا مسقطاها ومش في حساباتها بأي شكل من الأشكال. هما بيروحوا على أشغالهم زي ما كنت بقول من شوية القدر الأقل من المجهود، لكلكة في كتير من الأحيان، فهلوة في كتير من الأحيان، وفاهمين إن دي شطارة. فهل دي شطارة فعلا؟ الحمد لله الذي يعز من أطاعه واتقاه ويذل من أعرض عنه وعصاه، لا مخفي لما أبداه ولا مبدي لما أخفاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. نعم بالله. والصلاة والسلام الأتمان الأكرمان الأزهران الأعطران على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا آل طه، لنا في حيكم قمر له الحصى ناطق والبدر منقسم، طه البشير وله أسماء أربعة، محمد أحمد هادي ومعتصم، وله على وجنتي خديه أربعة، المسك والياسمين ثم الآس والعنم، وأنطقت لرسول الله أربعة، الضب والظبي والثعبان والصنم، وآمنت برسول الله أربعة، الإنس والجن ثم العرب والعجم، لولاه ما كان في الإسلام أربعة، حج ومنا ثم بيت الله والحرم، صلى على خير خلق الله أربعة، العرش والكرسي ثم اللوح والقلم. صلاة وسلاما عليك سيدي. احنا ممكن نكمل الحلقة كلها الصلاة على سيدنا النبي على فكرة، وحتبقى برضو حلوة. حلقة زي صلى الله عليه وسلم حبيبي متصل دايما بسيدنا صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أولا لابد للإنسان من عمل يتقرب به إلى الله عز وجل، بس العمل ده له شروط، ميني كونديشنز، في شروط كده مهمة للعمل ده، شرطين، أهم شرطين فيه، أن يكون العمل صالحا وأن يكون صوابا. صوابا يعني يطابق سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويطابق قول الله عز وجل، وصالحا يعني يصلح عرضه على الله. ينفع أخذ العمل ده كده على أداية يقول له يا رب ده أنا عملته لوجهك أنت يا رب. تمام. وفي الدنيا كده في امتحان، لو جبت 5 من 10 أنجح، 6 من 10 أنجح، 7 من 10 أنجح، إلا الأعمال اللي مع الله عز وجل لازم أنا أجيب 10 من 10. جبت 9 من 10، الواحد اللي فات منك ده كنت أقصد به مين؟ والله أنا كنت أقصد بقى العمل الصالح ده هو إن أنا الأستاذ كريم أو المدير بتاعي في الشغل يرضى عني، مش إن أنا بتقن عشان، لا أنا بتقن برضه، قال ما تقلقش ده أنا بتقن، بس إتقان منقوص. الله ينور على حضرتك، في حتة منقوص من الحكاية رايحة لحد تاني غير وجه الله. الله، يبقى أنت ما تقوليش إن ده لله، انسى. لو جينا فتحنا كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رضي الله عنه تلاقي أول حديث فيه إنما الأعمال بالنيات. صحيح، على طول إنما الأعمال بالنيات. يمكن انا وحضرتك نقول للسادة المشاهدين كنا بنحكي قبل الهوا بندردش مع بعض، بقول لك حتى الابتسامه اللي بتبتسمها في وشي دي لازم يبقى لها ايه؟ ثواب. ايوه صحيح. ولازم يبقى لها قبل الثواب نيه، عقد الله. نيه. ايوه. تمام. عقد نيه. انت بتبتسم في وشي ليه؟ والله ببتسم في وشك عشان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه اخيك صدقه. حسن. واحده لا، ما انا ما عدش، ده هو ربنا سبحانه وتعالى اللي يجازيك عليها. بيني وبين حضرتك كده يعني عقد النيه، عقد في كل الامور حتى ابسطها. انسى، انت بتعمله لمين؟ لله. نوضح اكتر. انا عندي في اعمال اسمها اعمال قلبيه او اعمال القلوب واعمال الجوارح. حلو الكلام. تمام. اعمال القلوب اهم من اعمال الجوارح، لان هي مبنيه على النيه اللي بناء عليها بتؤجر او هي دي. تعالى كده، واحد ساجد لله
وواحد ساجد لصنم والعياذ بالله، ده ايه وده ايه؟ ده ساجد وده برضه ساجد، بس ده ساجد لمين؟ ربنا سبحانه وتعالى. وده ساجد لصنم. يبقى ده ياخد ثواب الطاعه وده ياخد المعصيه والعياذ بالله عز وجل وغضب الله عز وجل. فالعمل في الاثنين جوارح، ده ساجد وده ساجد، بس انت لمين؟ عملت ده لمين؟ لله عز وجل. لما الواحد فينا يروح يحج، يروح الحج، ربنا تعالى بقى انت رايح لمين؟ ده حتى كان في واحد من الصالحين والسكريم يروح في التجاره بتاعته، رايح بالتجاره، فرايح خارج بره المكان اللي هو عايش فيه، ويروح يخلص تجارته ويطلع على البيت الحرام يعمل لله حجه ويجيب بعضه ويجي، ولا حد عرف، ولا زوجته ولا حد ولا اي حد حاجه، ولا زكي عم الحج ولا اي حاجه، لا يقول لك ده بيني وبين ربنا، انا رايح اخلاص بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى جعل الاخلاص ده هو مناط العمل. انت مين؟ انت فين؟ انت مكانك فين؟ مقامك حيث اقامك. يعني الاخلاص هو مناط العمل، وفي نفس الوقت اغلبنا بيمارس العمل بلا اخلاص. الله ينور على حضرتك. دي مصيبه. ما ينفعش ما ينفعش، لازم انت نيتك مع الله فين. حتى لو الواحد طبيعه شغله مثلا عمل يدوي ما حلو. مثلا حلو. فخلاص الواحد بقى متودك في الحته دي وبقى جميل. لعيب في منطقته وبيعملها وهو مغمض عينيه وسايب ايده زي ما بتقال بالتعبير الشعبي الدارج. حلو الكلام. بطبيعه الحال هو هنا لا عاقد نيه ان هو يشتغل لوجه الله، ولا عاقد نيه من اساسه ان هو بيمارس اللي بيعرف يعمله باتقان بالقدر الاقل من المجهود، وغالبا النيه مش حاضره، يعني مش مفكر في انه يعقد نيه اصلا، هو بيمارس اللي بيعمله خلاص من غير ما يعقد له. خلاص كده زيرو زيرو. انت بتعمل بتشتغل، يعني الصح ان الواحد فينا هو رايح على شغله يعمل ايه؟ حلو، انا رايح بقى خارج من بيتي رايح الشغل، يا رب انا خارج اطعم اولادي دول من حلال، من حلال طيب يا رب، انا خارج اطعم نفسي من حلال طيب يا رب، اجر وثواب من ربنا سبحانه وتعالى، يا رب انا خارج وهتقن عملي لله سبحانه وتعالى. كان ابويا الله يرحمه يقول لي ايه يا ابني؟ اقول له نعم. يقول لي اتقن، اقول له حاضر. يا ابني اتقن، اقول له حاضر. يا ابني رايح المشوار ده، طالما ارتضيت انك تروح المشوار ده خلاص لازم تتقنه وتطلعه على اعلى مستوى، حتى لو بتاخد اجر قليل، مش انت ارتضيت؟ اقول له ايوه. يقول لي هقول لك جمله احفظها، اقول له نعم. قال لي ان ربك يعلم فاطمئن. ونعم بالله. هو عالم انت بتعمل لمين؟ مش انت بتتقن؟ قلت له قال لي هيزودك بركه، والله العظيم هيزودك بركه، لانك اخلصت العمل لله سبحانه وتعالى، ما بتعملش عشان خاطر اجرهم قليل او الكلام ده او ده او ده او ده، لا انت ارتضيت تيجي تشتغل خلاص. بس انا في كل الاحوال لو عقدت النيه حتى لو انا باخد مقابل مادي، يعني في مقابل العمل اللي انا بعمله، ما هو انت هنا في برضه في حته كده رايحه لا لتفصيله ان انت بتاخد اجر. لا يا حبيبي، انت بتاخد يعني اجر، يعني مش بتعمله تطوعا لوجه لا الله. لا يا حبيبي، امال انت إيه بتاخد اجر ازاي؟ بتاخد اجر نظير الوقت، ونظير ان انا حبسك الوقت دهوت لصالح العمل بتاعنا مش لصالح النيه. ايوه حبيبي. يبقى انت، يبقى الاجر هنا، الاجر هنا على حسب ايه بقى؟ الحبس بتاعك. انا الاستاذ كريم جاي النهارده يقدم برنامج طاقه نور، فمثلا احنا حابسينه مده 3 4 ساعات عشان خاطر يسجل، او عشان خاطر يعمل حلقه او 2 او 3 او 4. حلو، انا بديله الاجر مقابل الوقت، مقابل الوقت. انما نيتك انت بقى ان انا باخد الاجر ده عشان اكل اولادي من حلال، عشان ناكل من حلال، عشان استعين بيه على طاعه ربنا سبحانه وتعالى، علشان اخش اصلي لله سبحانه وتعالى وانا دماغي فايقه ورايقه لله سبحانه وتعالى، علشان ولادي دول ينشأوا من حلال ويبقى بذرتهم حلال. دايما كده يا استاذ كريم، دايما كده الاخلاص ده هو البذره الجميله اللي انت بتحطها في قلبك وبترويها بالعمل الصالح اللي ربنا سبحانه وتعالى بيوفقك ليه، فتاخد من بعد كده ثمر جميل. دايما كده يا استاذ كريم، ده راجل، اقول لحضرتك، روى الامام احمد في مسنده رضي الله عنه ان راجل دخل الجنه في ذبابه وراجل دخل النار في ذبابه. ازاي؟ في ذبابه. والله الاثنين، الاثنين ازاي؟ كان الراجلين دول مؤمنين، فكانوا معدين على قوم كده بيعبدوا صنم، فما حدش يمشي من الطريق ده ولا يعدى على الصنم ده الا ما يتقرب للصنم ده. ده الامام وابو نعيم في الحليه، لازم تتقرب، لازم تقدم قربان للصنم ده. فالاتنين قالوا رفضوا، يا عم اقدم قربان ايه وصنم ايه؟ احنا ما بنعبدش الصنم، احنا بنعبد ربنا سبحانه وتعالى. قال لهم ما حدش هيعدي، لازم تتقربوا للصنم ده بقربان، ما حدش يتكلم. فقالوا حتى لو ذباب، حتى لو ذبابه، اتقربوا للصنم ده بذبابه، اهم حاجه تتقربوا له، ما حدش يمشي من هنا حدش هيعدي. ما شخلل عشان تعدي، زي ما بيقولوا كده في البلد. فراح عامل ايه بقى؟ الاولاني وافق، قال ماشي.
واللي مش هيعمل هيتقتل. التاني قال والله ابدا لا استغني عن ربي ابدا، انا ما استغنيش عن ربنا سبحانه وتعالى. فالاول تقرب بذبابه للصنم فاحبط عمله فاصبح من اهل النار، والثاني امتنع لله سبحانه وتعالى في عمله قال لا ابدا فقتلوه ولكنه دخل الجنه. كل ده بالاخلاص، انه اخلص لله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى في سوره البينه بيقول وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يا سلام، مخلصين، اعبد ربنا باخلاص، بتقول له يا رب انا بصلي لك انت بس، مش عشان بقى يقال ايه بقى رايح جاي على المسجد ورياء ونفاق والعياذ بالله والكلام ده. لا، طب لو قيل انت خدت اجرك مالكش عند ربنا حاجه، ما قال لك ايه انفقت يا عم الحاج يمسك بس امسكوا ال1000 جنيه ده لوجه الله والنبي النبي ده هو ربنا بيضحك عليه، والله ربنا ما بيضحك عليه ابدا. فتيجي يوم القيامه يقول ربنا يقول لك ايه رزقتك مالا فماذا عملت فيه، عملت فيه ايه يا رب؟ انفقته في سبيلك يا رب، حطيت هنا وحطيت هنا وحطيت هنا وانفقت. يقول لك كذبت، انفقت ليقال جواد وقد قيل. يلا عن النار، عايز ايه تاني؟ يلا عن النار يا معلم الباشا، مش انت خلاص اللي انت كان نيتك له حصل. سيبك بقى، انفقت لتاخد واجهه اجتماعيه وتبقى خلاص خدت الواجهه. بس حته الاخلاص حاجة غالبا بتتحقق في العبادات او في الامور اللي فيها ابتغاء لمرضات الله، لكن في الشغل بقى بتسقط التفصيله دي من اغلبنا. ما هو الايوه، ما هو ليه بقى؟ لانك ما فيش اتصال، ما فيش كونكشن بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. يعني دايما كده المؤمن بيمشي بيسير بالله، فانت به فانتبه، انت به فانتبه، فانتبه ايوه، انت به فانتبه، خليك مع ربنا سبحانه وتعالى. في حديث لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، انا هتدرسه انا وحضرتك كده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اللي رواه سيدنا ابو هريره رضي الله عنه في صحيح الامام مسلم بيقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ليه؟ نتكلم بقى أنا والأستاذ كريم كده وندردش. ليه؟ قال لا، ما احنا ندردش مع بعض. طب اهو بقول لك بفرش لك اهو. بفرش لك اهو. ليه ربنا ما بينظرش لصورنا ومالنا وبينظر إلى قلوبنا وأعمالنا؟ ليه؟ اشمعنى ده لأ وده اه؟ مع انه هو اللي خالق كل ده. وهذا حديث احنا بنسمعه كلنا. أيوة. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. ماشي، ما هو لازم تجيب التفصيله. ليه؟ الله سبحانه وتعالى لا ينظر الى صورنا لانه الذي خلقنا. تمام. بخلقته سبحانه وتعالى. خلقته سبحانه وتعالى. صحيح. الذي خلقك فسواك فعدلك. في اي صوره ما شاء ركبك، ما هو اللي خلقك سبحانه وتعالى. فصنعته هيبص عليها تاني ليه؟ صحيح، هو اللي صنعك. ولا ينظر الى اموالكم لانه الذي وهبها. تمام، ربنا بيبسط لفلان ويضيق على فلان لان هو اللي وهب سبحانه وتعالى. دي حاجه بقى خاصه بالله، يعني هيبص للحاجه الوحيده اللي احنا فينا في ايدينا تجاهها اختيار. حبيبي يعني قراراتها خاصه بينا احنا، بيك انت، الديسيجن بتاعك منك انت. ايوه ايوه، بتاعك اتسماين، ده بتاع انا. أيوة، صح. ايوه تمام. لكن لا ينظر الى صوركم ولا اموالكم، يبقى لا ينظر الى صوركم لانه الذي خلقها، ولا ينظر الى اموالكم لانه الذي وهبها، ولكن ينظر الى قلوبكم بما كل واحد ملأها. انت مليت قلبك بايه؟ مليته بالله سبحانه وتعالى، ونظفت قلبك كده من كل رياء وكل نفاق وابعدت كل حاجه واخلصت لله سبحانه وتعالى وبيت من عباد الله المخلصين. ولا ينظروا إيه؟ لا ينظروا الى صوركم ولا اموالكم لكن ينظروا الى قلوبكم واعمالكم. لمن فعلتها؟ برضو باي نيه؟ ايوه يا رجعنا حبيبي، تاني العقد النيه. حبيبي، على فكره موضوع النيه ده عايز له حلقه لوحدها يا شيخ مصطفى. والله العظيم يا استاذ. طب اقول لك، واحد من الصالحين من ائمتنا الصالحين يقول لك والله نفسي في علماء يقعدوا يعلموا الناس ازاي تقصد بعملك ده وجه ربنا. يعلموا الناس يعني حسن النيه. اصل هي انجاز التعبير هي الزتونه حبيبي، هي الخلاصه بتاعت الحكايه. يا اما نؤجر على اللي بنعمله. أيوة. يا اما تضيع علينا زي ما كنا بندردش قبل حبيبي. قبل الهوا. طيب حبيبي. احنا النهارده بالصدفه البحته، مش عارف هي مترتبه ولا بالصدفه الحقيقه، بس انا عارف بصفه خاصه ان انت بند سقي الماء ده بالنسبه لك، والملف ده في منتهى الاهميه. أوه. وفي محبه كده بينك وبينه. أيوة. فاحنا اللي فاضل من حلقتنا بالكامل هنتكلم فيه في اطار سقي المياه. خلينا نبتدي تحديدا من حفر الابار لاهالينا اللي عايشين في صحراء مطروح وصحراء براني. تابعوا معانا، مشكورين. هذا التقرير.
مؤسسة نبض الحياة جاية النهاردة بفضل الله عز وجل توصل أمانات لأهالينا الطيبين أصحاب الحاجات الشديدة جدا. وأهم حاجة عندنا في حياتنا أكيد المية، والناس اللي عارفة فعلا قد إيه قيمة العمل الصالح هي اللي بتتمنى أماني أخروية، ودايما بيكون لهم نصيب من دعاء ربنا سبحانه وتعالى: واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا. مؤسسة نبض الحياة كانت في المكان ده بالظبط تحديدا هنا من أيام. كانت بتعمل إيه؟ كان بتتابع حفر البير، وأنا كنت موجود هنا كذلك. كنا بنشوف موضوع آلية حفر البير، الاتساع بتاعه شكله عامل إزاي، نطمن على العمل اللي هنقدمه لربنا وسيعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء العمل. هل العمل ده لما يعرض على ربنا أنا هكون راضي ولا لا؟ ومن هذا المنطلق مؤسسة نبض الحياة قبل العمل وأثناء العمل وبعد إنجاز العمل، مؤسسة نبض الحياة بتكون موجودة على أرض الواقع، فنيين إداريين كل واحد في تخصصه، حتى علماء مؤسسة نبض الحياة كلهم بيكونوا موجودين وقت الإنجاز، وإن فعلا البير ده دخل حيز التشغيل ولا لا. النهاردة يوم بقى مختلف تماما، يوم كله إنجاز، يوم كله فرح. ده العمل اللي حضراتكم شفتوه وإحنا لسه كنا بنحفر لسه البير ده. ده المنظر الأخير للبير، طبعا تحته الغرفة اللي حضراتكم شفتوها ساعة ما كان العامل بيطلع الحجارة والرمال بالمقطف من تحت الأرض ويرميها فوق الأرض. ده المنظر النهائي. هنا تقدر تقول بكل أريحية مؤسسة نبض الحياة شعارها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إتقان العمل قبل، أثناء، بعد، المتابعة حتى نرضي الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب خلونا بقى حضرات قبل ما ندخل معاكم في تفاصيل هذه المبادرة المهمة من ضمن مجموعة مبادرات جميلة بتقدمها مؤسسة نبض الحياة، نتكلم ولو لدقايق عن فكرة ان المية في ناس مش واخدة بالها ان هي نعمة اصلا، وبتتعامل معاها ومع وجودها في حياتها من منطلق ان ده العادي، ده الطبيعي. طبعا يعني احنا بنقول هو ليس من رأى كمن سامع، اكيد، وليس من رأى كمن هو ناظر، اللي هو شايف بعينه. ايوه، اللي معاش الحياة دي، اللي معاش الحياة الصعبة دي طبعا. لأهالينا في سيدي براني أو في النجيلة أو في المثاني أو في السلوم أو لحد كده بيننا وبين ليبيا، حدود ليبيا بيننا وبينهم، لا تعال هناك وشوف معاناة الناس هناك إيه. لو شفنا دلوقتي بفضل الله عز وجل في التقرير وخدنا بالنا من الكروزة اللي كانت ماشية دي، سموها هناك كروزة، اللي احنا بنقول عليها كر، اللي بنقول عليها كر. أيوه. هو هناك بياخد الجراكن عليها جركن واثنين وثلاثة واربعة، ويروح يملى من مسافة 3 كيلو واربعة كيلو وخمسة كيلو واحيانا 7 كيلو وثمانية كيلو عشان يوصل لمكان في بير يقدر يملى منه. حد عامله كده برضه وجه الله عز وجل. او يوصل مثلا لمية المكثفات اللي هناك اللي بيملوا منها. تمام، وبيملى منها بايه بقى؟ ده بالفلوس وبالدور. طبعا انت دورك هيجي ايه يعني، عناء وشقاء من كله جدا طبعا. ويروح بقى، طب ملى اربع خمس جراكن وراجع، هيقضوه ايه؟ هيقضوه ايه في البيت؟ هيقضوه اكل ولا شرب ولا وضوء ولا صحيح. هيقضوه غسيل طبعا. ولا هيقضوه ايه ولا هيقضوه ايه ولا هيقضوه ايه؟ وغير المعاناه والمجهود اللي بيبذله، غير الوقت كمان، الوقت ما حياته طبعا. بتضيع في كده، معلش رايح جاي. طب الوقت اللي انا كنت ممكن اوفره ان انا اقعد مع اولادي طبعا. اتابع اولادي الدراسه بتاعتهم، احفظهم ايتين قران، اعمل معهم اي حاجه، اتابع الدنيا كلها، ممكن اروح اتاجر بفضل الله عز وجل في الزيتون او في التين او في النعناع او اي حاجه بربنا سبحانه وتعالى بيبعت لي رزقها من عنده سبحانه وتعالى. ففكره استنزاف الوقت البير ديت بتوفرها لهم بفضل الله عز وجل طبعا. ونوفر لهم الفكره الجميله ديت، انت بتوفر له يعني جزء كبير من حياته، بتخليه يعيشه صح ويعيشه بين اهله. بينام بالليل بيفضل يحلم بالميه طبعا، يا ترى هعمل ايه، وبيبدا الصبح برحله استيقاظ
بحثا، بيعمل سيرش عن الميه كده، هروح فين؟ هروح هنا ولا هنا ولا هنا؟ يمكن كل واحد فينا بيروح مطلع الموبايل لو عايز يمشي في طريق يروح جايب جوجل مابس هوب على طول يروح يشوف هيروح فين. لكن ده الله اعلم، ده ما حدش بيرشده. صحيح. ده بيعمل ايه بقى؟ رحله بحث وسكانين مستمره، يروح شرق ولا غرب ولا يروح شمال ولا جنوب ولا يروح عند ده ولا عند ده، ويا ترى هيجيب النهارده منين؟ طب جاب امبارح من بير حد، طب النهارده هيجيب منين ولا بكره هيجيب منين؟ فكان لازم مؤسسه نبض الحياه تاخد على عاتقها الملف المهم ده جدا 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 جدا، اللي هو حفر الابار التجميعيه لمياه الامطار لاهالينا في مطروح. وده الملف اللي هنعرف حضراتكم كل تفاصيله بمجرد عودتنا من الفاصل ده، خليكم معانا. اهلا بيكم مره تانية، رجعنا عشان نكمل شرح حال كتير من اهالينا اللي عايشين في صحراء براني او صحراء مطروح. الناس اللي المصدر الوحيد للميه بالنسبه لهم هو ان يكون في بير، والبير ده اسمه بير تجميع مياه امطار، يعني بيعتمدوا على موسم سقوط الامطار، والابار دي بتتعبى ميه، فبالتالي الناس دي بتقدر تعيش، لو لا فما بيقدروش يعيشوا قوي ولا ايه؟ أيوة طبعا، يعني حياتهم اغلبها بيضيع في البحث عن الميه. أيوه. بيعمل سيرش كده، دور يمين شرق غرب كده، وهم كبير بالنسبه لهم. مين فينا في بيته لو الميه قطعت شويه بيقعد كده مرتاح البال؟ طبعا والله ابدا طبعا. يعني لو صحيت الصبح لقيت الميه قطعت اكننه وارياف ويومك بيقفل. والله الاول يقول لك من اول اليوم. ربنا سبحانه وتعالى لما قال في القران وجعلنا من الماء كل شيء حي، ربنا سبحانه وتعالى بيلفت نظرنا بيقول لنا خد بالك وجعلنا من الماء، يعني الاصل الميه، كل شيء حي. كل شيء هنا مش معناها بس الحاجات اللي هي الماديه، لا والله، والمعنويه كمان. يعني راحه البال، طول ما الميه موجوده راحه البال موجوده. طب ليه دايما سقي الماء دايما هو امر عظيم؟ ايوه، وربنا سبحانه وتعالى وصانا بيه، وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وصانا بيه، وسمعنا عن اللي دخل او اللي دخلت الجنه بمجرد ان هي سقت كلب او أيوة. او قطه، ما بال حضراتكم اللي بيسقي بانسان. ليه الميه بصفه خاصه ليها الاهميه وليها الاجر العظيم ده؟ لان هي الاساس في كل شيء، كل حاجه اصلها الميه. ينفع تصلي من غير ميه والميه موجوده؟ لا طبعا ما ينفعش طبعا. انت واحد ممكن دلوقتي يرد عليه يقول لي ما انا ممكن اتيمم. ما هو مش على طول، ما التيمم هو مش على طول. ايوه، لو الميه موجوده اذا وجد الماء بطل التيمم طبعا حبيبي. انما هي الاصل في كل شيء. طب هطبخ منين؟ هاكل منين؟ هشرب منين؟ طب والنبات اللي عندي هيشرب منين؟ صحيح. ولو ربي له فرختين ولا وثيابك فطهر، طب هطهر ملابسي منين؟ صحيح. كل ده معتمد على مين؟ على الماء. وبرضو انا هاخد تفصيله من اللي حضرتك قلتها، معلش اتفضل، عشان نربطها بموضوع حلقتنا النهارده. تفصيله ايه بقى؟ اللي هي الست اللي سقت كلب فدخلت الجنه. ايوه، لا ده فيها تفاصيل. لا معلش، فيها تفاصيل بقى. ايوه، يبقى انا استاذنك حبيبي، احنا نتابع التقرير ونيجي للتفاصيل حبيبي. اتفضل. النهارده في صحراء براني في مطروح، جايين احنا وفريق العمل الخاص بمؤسسه نبض الحياه، جايين نسلم الهديه الجميله الرائعه من الحاجه حنان ووالديها الحاجه حسن والحاجه فاطمه. بنقول لكل اهالي مطروح الهديه اهي جايه لكم على طبق من ذهب. والله ربنا سبحانه وتعالى يكرمهم يرزقهم برزق اكثر من اللي بعثوه. نشكر مؤسسة نبض الحياة من هذا البير. احنا كنا نجيبوا مية من بعيد خالص من يلا البحر، ومية اقسم لك بالله كنا نتعبوا خالص فيها، جركنين وثلاثة واربعة ما يمسكوش في البيت خالص، واحنا محتاجين بصراحة البير ده جدا. ونشكر والله المؤسسة، احنا في عازة الابار والحمد لله ان عملنا ابار
وخلص على خير ونشربوا اللي منه دلوقتي والله ما نشربوا اللي منه كل يوم وكل ما نشرب منه إن شاء الله جرعة مياه ندعي لكل من سبب في هذا المشروع الخير. زي ما مؤسسة نبض الحياة جت النهاردة وأسعدت وأكبرت بخاطر 120 أسرة، بجانب كل أسرة من 120 أسرة هتلاقي زارع شوية زرع كده جنب البيت، وشوية حيوانات اللي هو الماشية وشوية طيور، كل حاجة من دول في أمس الحاجة للمية، وأسرة فيها زوجة وأولاد أطفال كل ده بيفرح بوجود المية. تخيل إن الحيوانات والطيور بيفرحوا بوجود بير زي ده، حيوانات، وسيدنا النبي بيقول وفي كل ذات كبد راتبة الأجر، يعني الحيوان والطير لما بيشربوا من بير زي ده بياخدوا أجر، بياخدوا أجر اللي عملوا لهم البير زيهم بالظبط، زي الإنسان لما بيجي يشرب كله بياخد أجور. يا سلام، شوفوا رحمة ربنا عز وجل، والله العظيم فعلا تقدر تقول حاجة زي دي، عمل صالح زي ده، صدقة جارية زي دي، لعلها تكون المنجية لك يوم القيامة. فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا عظيم جدا، ويا سلام لما نحفظ نعمة ربنا سبحانه وتعالى بالشكر. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. طيب، احنا قبل التقرير ده حضرات وقفنا عند الست اللي دخلت الجنة لمجرد ان هي سقت كلب، والدكتور مصطفى العكريشي قال لنا ان القصة فيها تفاصيل. طبعا. ايه بقى التفاصيل؟ التفاصيل اللي هو مبدأ الإخلاص. مبدأ الإخلاص. أيوه. اول تفصيلة، الست ديت اللي هي راحت تسقي كلب، هي شافت الكلب قدامها بيلهث، تمام، بيلهث بياكل الصرة من العطش. ايه اللي حصل للقلب؟ رق حبيبي. يبقى القلب الاول ما كانش رق، ما كانش فيه رقة خالص ولا اي حاجة. أيوه. في قسوة. ليه بقى؟ لان العبد لما بيذنب الذنب بينكت في القلب نكتة سوداء، فنكتة على نكتة على نكتة على نكتة، فبقى قلبك عليه ران. أيوة. والعياذ بالله، كلا بل ران على قلوبهم. والعياذ بالله. طب وما جلاء القلب؟ قال ذكر الله عز وجل، يعني كانها طبقه من الصدق. الله ينور على حضرتك. فالقلب هنا بدا بقى ايه، خلاص بدا يتحرك. طب هي هترحم الكلب ده ليه؟ ليه واي بوركوا ليه؟ عشان خاطر مين؟ لله سبحانه وتعالى. أيوة. يبقى اذا القلب هنا اتحرك بالرحمه لمين؟ لله. يبقى هنا النية اتعقدت يا أستاذ كريم، اللي حضرتك كنا بنتكلم عليها. أيوة. النية هي من الأول. أيوة. ايه؟ من أول العمل هي نوت النية انها ترحم الكلب ده. أيوة. لله سبحانه وتعالى. طب لما هي اتحركت وهتنزل البير، مين اللي في قلب الصحراء ديت شايفها؟ محدش. خلاص، يبقى العمل هنا فيه إخلاص، ما فيهوش لا رياء ولا نفاق ولا قدام حد. طبعا. ولا أي حاجة. طبعا. كله لمين؟ ربنا سبحانه وتعالى. حلو. طب لما نزلت البير وهي نازلة كده، مش خايفة تقع في البير؟ صحيح. طبعا. بس هي تحدت الصعوبات ديت لاجل مين؟ الله سبحانه وتعالى. طب لما طلعت خلت الميه في خفها، طب ما خافتش ان الخف ده يعني يبوظ او يجرى له اي حاجه بالميه؟ طبعا. هي يبقى ضحت بكل غال ونفيس معاها لاجل مين؟ ربنا سبحانه. شوف كل شويه نقول لاجل الله سبحانه. طبعا. وتعالى. طبعا. تمام. وطلعت وجهدت وبذلت المجهود وطلعت من البير وسقت الكلب، ده حكايه. صحيح. ده حكايه. طبعا. كل ده حكايه. طبعا. كل وكل تفصيله من دول عايزه حلقه لوحدها، ان احنا نقف عندها الرحمه ديت اللي هي كانت في قلبها. وما طلعت وسقت الكلب وشافت منظر الكلب وهو عمال يشرب من الخف بتاعها الجميل ده، قال لها طب شرب وبفضل الله عز وجل، وبقى خلاص بقى فرحان، فشكر الله لها هذا العمل لانها ابتغت وجه لوجه الله سبحانه وتعالى فغفر لها. لو وقفنا عند تفصيلة فشكر الله لها، طبعا. هو أنا دلوقتي ولله المثل الأعلى، لو عملت عمل ورحت مدي حاجة هدية للأستاذ فتاح، الأستاذ كريم يشكرني؟ لا. ليه؟ ده واجب على الأستاذ فتاح. أيوة. وبالمناسبة وبيشكرك أهو فعلا. تمام. فأنا لو عملت جبت هدية للأستاذ فتاح، تمام، الأستاذ فتاح هنا هو المفروض هو اللي يشكرني. صح؟ مش الأستاذ كريم خالص. مظبوط. ولله، لو احنا بصينا بقى لكلمة فشكر الله لها ليه؟ ليه ربنا اللي شكر لها؟ لان هي عملت ايه؟ هي كانت عاملاها لوجهه هو سبحانه وتعالى، فالشكر هنا عند الله سبحانه وتعالى، فشكر الله لها فعلها مع هذا الكلب فغفر لها. هنا بقى الخلاصة كلها والزتونة زي ما الاستاذ كريم بيقول، الاخلاص، مبدأ ان انا اخلص.
فكرة المرأة البغي، أيوة، اللي هي لو هتتحاسب على ماضيها، أيوة، مكانها معروف خلاص، حلو الكلام، أيوة، وبرضو تحت مسمى أو من منطلق سقي الماء، أيوة، برضو ربنا غفر لها طبعا. تاني نرجع ونقول هو ممكن البني آدم مهما كان عاصي ومهما كان خطأ بأمر بسيط للدرجة دي تتمسح كل ثوابه، إنجاز التعبير؟ أيوة الله، أيوة والله، والله العظيم تخش الجنة بابتسامة في لحظة إخلاص، وأبس هي دي لحظة إخلاص، هي دي هي دي والله، بابتسامة تخش الجنة بس طلع بإخلاص. أمال طب لو الحكاية بالبساطة دي، أمال مين اللي هيدخل النار؟ ما أنا بقول لحضرتك أهو بقى، اللي هو ما نواش، اللي يدخل النار اللي هو ما نواش، اللي ما فيش كونكشن بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، اللي ما فيش محبة لعمل خير زي أهلنا كده في مطروح الجميل. طب هو ينفع الواحد يبقى خطأ وعاصي وفي نفس الوقت على تواصل مع ربنا؟ ما عليش بقى، ما هو الطاعة هتجيلك وقت كده وهتعمل إيه بقى؟ هتغلب على المعصية. ليه؟ لأن أنت بتحاول وبتجاهد قلبك عشان خاطر توصل لله. يعني الواحد مهما كان غرقان في المعاصي لازم يزاحم المعاصي بعبادات، أيوة، أو بأوجه تقرب. تعالى كده شكلها. تعالى ناخد مثال واقعي، ياريت، على أرض الواقع. ياريت. لو دلوقتي مثلا هتكلم عن نفسي، لو انا دلوقتي في قلب شقتي، فزوجتي مثلا بتقول لي ايه؟ بتقول لي خد كيس عزكم الله القمامه ده معاك وارميه، فانا طنشت وهي طنشت. تاني يوم بقى في قمامه تانية، انت بخد الكيسين معلش، فانا طنشت وهي طنشت. تالت يوم هي نفس الكلام. هل البيت ده ينفع حد يخشه؟ لا طبعا، ابدا. طب سبت القمامه زي ما هي ورحت جايب اهو، شوف بقى اللي جايه دي، ورحت جايب العود الازرق اللي هو من السعوديه دوت، اللي هو ريحته ملهاش حل، عشان تغطي على ريحته، عشان تغطي على كل ده. واحد لو شافني بعمل كده يقول لي ايه يا عم انت مجنون، انت مجنون. اقول له ايه؟ يقول لي ما تريح نفسك واعمل ايه، ارمي الاكياس دي، ارمي الاكياس ديت وبحط العود زي ما انت عايز. طبعا هي هو ده بقى القلب، قلبك هو البيت ده. اخرج بقى من قلبك بقى الرياء وحب الدنيا والهوى والنفس والشيطان، ووي شيل القمامه دي كلها ونظف قلبك بقى الاول بقى، وزاحم بقى. طب كل ده يمشي ازاي؟ لما يحصل بقى المزاحمه اللي حضرتك بتقول عليها بقى، احط طاعه فتشال المعصيه، احط طاعه تشال المعصيه، اتبرع بفضل الله عز وجل دلوقتي اهو حالا، واتصل على مؤسسه نبض الحياه واقول يا جماعه انا عاوز اعمل معاكم بير تجميعيه لمياه الامطار رافه ورحمه لوجه الله، لوجه الله، عشان خاطر اهلنا الطيبين في مطروح. خلصت، الشال شيل شيل شيل، فكده خرجت من قلبك الاغيار فحلت مكانها الانوار. يا سلام، يا سلام، اخرج من قلبك الاغيار حتى تحل مكانها الانوار. نور ربنا بقى صلى الله، نور ربنا سبحانه وتعالى ونور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ما انت وسعت، وسع وسع زي ما هنقول كده، وسع 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 كل ده، وسع القمامه، وسع كل شيء بيناقض ان انت تكون مخلص لله عز وجل. شيل كل ده وحل مكانها انوار ربنا سبحانه وتعالى وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طب تعالى نفتح نفس الناس للعطاء ولسقي الماء من خلال التقرير ده، تفضل. واحد بيشوفنا الوقت وما يعرفش يعني ايه كلمه صحراء براني، انا هعرف حضرتك على طبيعه المكان هنا. طبيعه المكان هنا في صحراء براني عباره عن بيوت متناثره في عمق الصحراء، زي ما حضراتكم شايفين البيوت هنا بيوت متواضعه بسيطه لكن كلها خير وبركه. اساس الحياه هنا هو الميه. المشكله اللي بتعوق اهل المكان هنا في صحراء براني الحاجه الاولى وممكن تقول الاخيره، الميه. ومصدر الميه هنا مش زي وجه بحري، عدادات ميه اللي موجوده عندنا في البيوت لا مش موجوده هنا، وما تعرفش تعمل لهم بير ارتوازي يعني تجيب لهم ميه من تحت الارض. امال مصدر الميه الوحيد هنا ايه؟ مصدر الميه الوحيد واللي هم بيعتمدوا عليه اعتماد رئيسي وكلي هي ميه المطر. اقول لحضرتك دول بيعملوا ايه هنا في صحراء براني؟ بيعملوا حاجه عباره عن غرفه تحت سطح الارض بيسموها بير لتجميع مياه الامطار. البير ده بيجمعوا فيه مية المطر في الموسم بتاع المطر ويبدأوا يستخدموها في باقي المواسم. تخيل بقى حضرتك البير ده يكفي كام أسرة،
كام بيت؟ بيت واحد. ولازم يكون البير ده مساحته كبيرة علشان خاطر يكفيهم طول السنة. لو حضرتك عايش في المكان هنا البير ده مش موجود، هيكون فيه حياة؟ لذلك هنا بيسموا البير الحياة. مؤسسة نبض الحياة جاية النهاردة بفضل ربنا سبحانه وتعالى تفرح أهلنا في مطروح بافتتاح 120 بئرا تجميعية لمياه الأمطار. ورب العباد سبحانه وتعالى بيقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. رب العباد سبحانه وتعالى أمر عباده المؤمنين الطيبين المطيعين إن هم يعملوا عمل صالح علشان رب العباد سبحانه وتعالى يغفر لهم وربنا سبحانه وتعالى يكفر عنهم سيئاتهم. وده اللي خلى صاحبنا الجميل الطاهر أو صاحبتنا الجميلة الطاهرة اللي أنا معرفهاش لكن رب العباد سبحانه وتعالى يعرفها تعمل بئر تجميعية لمياه الأمطار هنا وتسميها بئر الخير بكل بقى ما تشتمله الكلمة من معاني مختلفة. منتظرين دعم حضراتكم، منتظرين تواصلكم معانا مع مؤسسة نبض الحياة علشان خاطر نكمل الفرحة والسرور في حملة سقي الماء. طيب أنا نما إلى علمي إن إحنا عندنا دقيقتين متبقيين على نهاية الفقرة دي، فتحب في الدقيقتين دول تقول إيه للناس فيما يتعلق بمسألة حفر الآبار لأهلينا في صحراء براني؟ والله يا أستاذ كريم أنا نفسي أي حد من السادة المشاهدين يجي مع مؤسسة نبض الحياة ويجي معانا يوم كده يخليه في سبيل الله ويجي يسمع النات أسيادنا الطيبين اللي محتاجين آبار تجميعية لمياه الأمطار وبخاصة بقى في الوقت ده. اشمعنى الوقت ده؟ طبعاً لان الوقت ده بقى بدايه الموسم طبعاً. ايوه بتاع طبعاً. الغيث بتاع ربنا سبحانه وتعالى اللي بينزل لهم من السماء اللي هو بالنسبه لهم يعتبر شفاء. هم بيقولوا كده الميه دي شفاء بالنسبه لنا ما يحبوش يشربوا غيرها. اه والله حتى لو دخلت عليهم بميه معدنيه ان شاء الله تجيب لهم ايه هي دي يقول لك ده غيث ربنا سبحانه وتعالى اللي بعته لنا من السماء فده شفاء بالنسبه لنا. انا عايز بس يجي يسمع كده الانات بتاع الناس اللي بتتوجع. انا عملت لقاء مع واحد كان اسمه الشيخ فرج انا فاكر اسمه كان معي ابنه الصغير فبيقول لي والله العظيم أولادي بيباتوا بيتعشوا بس ونفسهم في شوية مية يبلعوا اللقمة بعد العشاء والله ما لقيت. قال لي دي أصعب لحظة مرت عليا في حياتي. طبعا شيء مؤسف يعني إن ابن الصغير ده حتى طبعًا كمان طبعًا إنه ينام وهو عطشان إزاي إزاي. قلت له يعني طب إحنا بفضل الله عز وجل عملنا لك بير. قال لي بير واحدة والله ما تكفي والله ما تكفي. قلت له ما عاوز إيه؟ قال لي عايز بدل البير الواحدة اتنين وتلاتة وأربعة. بقول له يلا عشان نحفظ نعمة ربنا سبحانه وتعالى النازلة لنا من السماء تنزل تملى الآبار دي. الآبار دي بالنسبة لنا دي نعمة وأمان. قلت له أمان؟ قال لي أمان والله طبعًا. طول ما المية موجودة طول ما الأمان موجود. معلش أنا بقى أنا بنقل الرؤية كاملة بس هو صح فعلا. فقلت له تمام. قال لي والله والله بسقي منها الزرع والله بنشربوا منها والله بنتطهروا منها والله بنصلوا منها والحمد لله رب العالمين طول ما هي موجودة طول ما احنا الحمد لله مطمنين. قلت له يعني بير واحده ما تكفكش؟ قال لي لا العدد كبير لان هم قاعدين هناك في احواش طبعًا. احواش أيوه. حوش الحوش فيه ما يقرب ممكن من 35 فرد. طب البير التجميعيه الواحده هتكفيهم ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ فاحنا مش ممكن ان شاء الله عز وجل مش هنسيبهم ابدا ودايما معاهم واحنا والله ما هنسيبهم لاننا ما حاسبهم. ايوه صح. طيب حس كده بقى خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا في سقي الماء بس من في مؤسسة نبض الحياة حضرات واخد أربع أشكال إما وصلات مياه أو حفر أبار تجميع مياه الأمطار زي اللي كنا بنتكلم يعني مع حضراتكم عنهم من شوية أو حفر أبار ارتوازية
أو ودي بقى الجزئية الرابعة واللي هنتكلم عنها بالتفصيل في ما تبقى من حلقتنا النهاردة، محطات تحلية وتنقية المياه زي اللي هنشوفها معاكم من خلال هذا التقرير. اتفضل. احنا النهاردة ان شاء الله في مشلة مركز كفر الزيات محافظة الغربية، وفي نفس اللحظة الشيخ احمد ممدوح والشيخ حافظ في البويطي في الواحات البحرية. بيعملوا ايه؟ هم هناك بيفتتحوا محطة بيشوفوا محطة تحلية، واحنا هنا برضو بنستكشف محطة تحلية. بعد استغاثة وصلت مؤسسة نبض الحياة من اهالي قرية مشلة في مركز كفر الزيات محافظة الغربية، قالوا تعالوا شوفوا محطة التحلية اللي عندنا اللي مقفولة بقالها فترة. طبعا الناس بتشرب مية غصبا عنها لان مفيش غير المية دي. 17,000 نسمة بيستفيدوا من المحطة اللي احنا رايحين لها دلوقتي انا وسيدنا الشيخ محمد. احنا على طول بنلبي الاستغاثة وبنروح في كل مكان في الجمهورية منتظرين دعم حضراتكم معانا، وتعالوا مع بعض نشوف ايه الحكاية. احنا بالنسبه للمحطه حاليا هو احنا يعني كان نفسنا لان مش كل الناس قادره ان هي تجيب الفلاتر، وبرده في غش تجاري بالنسبه للفلاتر اللي موجوده، مش كل الفلاتر يعني مضمونه او اهل ثقه. فاحنا بالنسبه لاهالينا الطيبين اعتمادهم على الله وعلى اهل الخير ان هم يحاولوا يساعدونا في اعاده المحطه كما كانت. والله العظيم احنا ما بنعرفش نشرب ميه من المحطه ديت، والاول كانت فوضى، ونفسي نشرب ميه نضيفها من المحطه ديت. مش انا لوحدي، ده البلد بحالها. ودايما زي ما بنسمع من ابائنا الكبار زي سيدي الشيخ محمد رضا عبد العزيز بيقولوا ادي العيش لخبازينه. ومين معانا بقى من خبازينه النهارده؟ الباشمهندس هشام. باشمهندس هشام النهارده جايين مع بعض علشان خاطر نشوف مع بعض محطه التنقيه والتحليه اللي موجوده هنا في مشله في كفر الزيات في محافظه الغربيه، وهو يقدر يكلمنا عنها. والحقيقه احنا بعد المعاينه لان المحطه فيها مشاكل كتير قوي، في بدايه المعاينه لقينا ان المحطه فيها كميه كبيره من المواتير، لكن المشكله ان المواتير دي كلها محتاجه للصيانه، وفيها بعض المواتير متوقفه عن العمل. بعد كده لقينا ان مرحله الفلتريشن محتاج ان هي تتغير بالكامل، ده غير ان هدود التحكم في مرحله الفيزلات او في الفلتريشن معظمها مش شغال، غير ان مرحله الار او ما اتعملهاش صيانه بقى لها مده كبيره جدا، فوصلت ان هي الامر ان هي عايزه تتغير. الناس النهارده جم وافتكروا ان المحطه اشتغلت بجد لما شافوا مؤسسه نبض الحياه جايه، لكن يا عيني اضطروا يملوا لان المحطه اتفتحت النهارده، ودول مضطرين ان هم يملوا الميه ديت على الحال دي. لكن احنا وعدناهم بفضل الله عز وجل ان في خلال اقل من 15 يوم ان شاء الله الباب ده اهو اللي قفلته بايدي دلوقتي، ان شاء الله هنيجي مع بعض ونفتتحه وافتح الباب ده بس على منظر جديد، على شكل جديد احسن وابهى من اللي موجود. كل واحد هنا في قرية مشلة مركز كفر الزيات محافظة الغربية بيقول لك أنا شكيت لك النهاردة حالي، بس وعاك تقول وأنا مالي، عاوز رحمة ربنا اللي عندك تبعتها لي وهدعي لك ربي أنا وعيالي. يعني دي محطة محتاجة إحلال وتجديد، مش هتتبني من العدم، هي اوريدي موجودة بس مقفولة، طبعا واضح إن هي متهالكة تقريبا. هو المحطة ديت لما جات لنا الاستغاثة من أهالي قرية مشلة مركز كفر الزيات محافظة الغربية
رحنا بسرعه مؤسسه نبض الحياه، رحت انا وسيدنا الشيخ محمد رضا زي ما شفنا في التقرير، رحنا هناك نشوف حال الناس ايه، في ايه، ايه اللي انتم محتاجينه. هم لما شافوا الافتتاح بتاع مؤسسه نبض الحياه لمحطه التنقيه والتحليه اللي في شبرابيل مركز الصندوق محافظه الغربيه، قالوا لا لازم بفضل الله عز وجل تيجوا تعملوا لنا المحطه دي. قلنا لهم ان شاء الله نيجي نعملها لكم بالليزر، كمان تنقيه بالليزر زي المحطات اللي بتعملها مؤسسه نبض الحياه وبقيمها. احنا اقمنا محطه تنقيه وتحليه في شبرابيل مركز الصندوق محافظه الغربيه، عملنا محطه كمان في قريه ابيانه، قريه سعد زغلول الزعيم الراحل سعد زغلول في طوبس في محافظه كفر الشيخ. عملنا بفضل الله محطه كمان في قريه العمه بلد سيدنا الشيخ محمد رضا عبد العزيز بفضل الله عز وجل في محافظه الغربيه، وان شاء الله عز وجل برضه نكمل مع بعض في المكان الجميل ده في مشلة. الاجهزه اللي موجوده يا استاذ كريم كان بقى لها فتره كبيره جدا ما بتصينش، بقى لها 3 4 سنين او كده ما حدش بيسال في المحطه ديت. طبعا ان المحطه ديت بتخدم على 17000 نسمه. طب شوف بقى 17000 نسمه بيجوا يشربوا منها. طب وبفضل الله عز وجل كانت بتقيهم وبتحميهم من شر الامراض. لكن وانا هناك سمعت حاجه يعني اذتني جدا واذت قلبي جدا، ان الاطفال الصغيره هناك مصابه ببعض الامراض بسبب المي، بسبب المي. فقلت لا احنا ما نستناش، مؤسسه نبض الحياه يا جماعه نعلن النفير. طبعا يلا طبعا يلا مش عايزين نتاخر على الناس ديت، زي ما بقول في التقرير كده 15 يوم ان شاء الله باذن الله، والمحطه ديت تبقى في احلى صوره وابهى شكل. حتى والله سيدنا الشيخ محمد عبد العزيز ربنا يبارك فيه يا رب، قلنا انا وهو كده للمهندس هشام، قلنا له بالله عليك ما تشوف يمكن اي اجهزه من اللي موجوده دي دلوقتي ممكن نستخدمها تاني او مواتير او الكلام ده. قال والله يا جماعه والله في بعضهم ممكن بس احنا نستخدم منهم موتورين بس هم دول، وفي موتور ممكن نلفه. قلنا يعني نحاول يعني كل ده بنعمل ايه؟ بنحاول نقدم ايد العون والمساعده ونسرع مع بعض عشان خاطر المحطه ديت تخدم اهلنا الطيبين دول. الا لو شفت الاطفال الصغار يا كريم والله يصعبوا عليك فعلا. انا محتاج بفضل الله عز وجل ان اي حد من اهلنا الطيبين دلوقتي يقول انا متكفل بمحطه التحليه والتنقيه باذن الله بالليزر لاهلنا في قريه مشله مركز كفر الزيات محافظه الغربيه. انا متخيل طبعا ان اكيد التكلفه يعني هتختلف طبقا للمساحه وطبقا للمعدات المستخدمه وطبقا لحاجات كتير، بس في حاله الاحلال والتجديد زي ما احنا شفنا في التقرير ده تمام. يعني المحطه دي تحديدا هل اتعملت لها مقايسه؟ هل اتعملت لها دراسه؟ هي هتبدا من حوالي 180 وانت طالع، 180000 جنيه وانت طالع بفضل الله عز وجل، لان احنا هنجيب اجهزه على اعلى مستوى عشان برضو والصيانات بتاعتها. وبفضل الله عز وجل زي ما المهندس هشام بيقول ان ديت مش هتقف كده ابدا، بالعكس اكملناها محطه كبيره. يعني فيها لو احنا لاحظنا دلوقتي معانا الصوره هي حالا ان فيها اكتر من خزان ميه، اكتر من خزان ميه 3 أو 4 خزانات ميه غير الوحدات اللي فيها غير وغير وغير وغير. فدي هتحتاج تكلفه كبيره جدا، وهتحتاج كمان ان احنا ننزل باعماق اكبر تحت الارض عشان نطلع انقى قطره ميه. يعني دي هيتعمل لها احلال وتجديد من جديد كانك بتعملها من الاول خالص. وهل في حد ادنى من المساهمات في الملف؟ لا ما فيش حد ادنى. ممكن حد دلوقتي ماشي بدل ما حد ادنى لا حد بفضل الله عز وجل حد تاني بقى حد ايوه الله ينور عليك يعمل ايه بقى يساعدنا بدل ما حد ادنى حد يساعدنا بفضل الله. انت ساعد باللي تقدر عليه، ممكن 100 جنيه 200 جنيه 300 جنيه باللي تقدر عليه بفضل الله عز وجل. ممكن حد دلوقتي هو واهله وعيلته يقول بص احنا هنعمل المحطه دي باسم العيله بتاعتنا، مفيش ادنى مشكله، تعالى واعمل عمل بفضل الله عز وجل. يعني يبقى لك عند ربنا سبحانه وتعالى ويبقى بينك وبين ربنا اخلاص وتبقى خبيئه بينك وبين ربنا، وتقول الناس ديت انا احنا ان شاء الله عز وجل عيلتنا احنا نتجمع كلنا بس على عمل خير. طب حد ممكن يقول لي ما احنا بنكتب اسامينا، انا بقول لك اكتب اسمك وثوابك عند ربنا موجود. اهم حاجه نيتك وانت بتقدم العمل ده لله سبحانه وتعالى، كانت نيتك ايه؟ انك تفيد عباد الله عز وجل. والخلق عيال الله واحبهم الى الله انفعهم لعياله، يعني من يعولهم ربنا سبحانه وتعالى. يا استاذ كريم برضه بمناسبه حلقتنا الجميله اللي هي بتتكلم عن الاخلاص، بينما رجل يمشي في وسط طريق اذ وجد غصن شوك، تمام؟ وجد غصن شوك فاخره يعني شاله كده من مكانه وحطه على جنب تمام، فشكر الله له فغفر له عشان إماطة الأذى عن الطريق. حلو صدقة وهو في نيته كده. طب إذا كانت إماطة الأذى عن الطريق صدقة فما بالك بإماطة الأذى عن القلوب؟ صحيح طبعا عن قلب الناس طبعًا. بقى طبعًا. وهم الناس والحاجات اللي بتنغص عليهم معيشتهم وحياتهم والمجهود والتعب. صحيح. والله العظيم يا أستاذ كريم أغلب الناس اللي لقيتهم بيملوا من المحطة ديت تمام، ست كبيرة في السن، ستات كبار في السن
عجائز، يعني دول من الناس اللي تستحق فعلا طبعا ان احنا نقف جنبهم طبعا. فانا مش عايز اهلنا الطيبين ينتظروا كتير ولا اهالينا المحسنين ينتظروا كتير. لا، واخلص عمل لله سبحانه وتعالى باللي تقدر عليه، ما بقولكش بكله، قادر على كله خير وبركه، مش قادر دي اللي غيرك بفضل الله عز وجل على طب هذا طب العمل. ده على صعيد الافراد تمام. ما تيجي نشوف الجهات المختلفه، يعني انت عندك شركات سواء شركات محليه او شركات متعدده الجنسيات عموما، يعني في شركات كتير المفروض ان من ضمن ميزانياتها السنويه النوع ده من الامور، يعني اي حاجه تندرج تحت بند الخدمه المجتمعيه او خدمه تمام. المجتمع هل بتخاطبوا الجهات دي وهم شركات قادره على ان هم يعملوا بدل المحطه 50 محطه؟ والله يا استاذ كريم اقول لحضرتك يعني عزه النفس برضو لا تطلب الامور الا بعزه نفس. يعني برضو هم يعني بيشوفونا كتير وبيتفاعلوا معنا، بس بيتفاعل بايه بقى؟ بكلمه ربنا معاكم وربنا يقويكم الحمد لله فيش ادنى مشكله، بس ولكن لازما بقى اللي هي الخطوه العمليه، ابدا بقى خطوه عمليه، اتجه ناحيه الخير، معلش ادعمنا اه بالكلام بس ادعمنا بالفعل اكبر طبعا. خليك معانا كده ومع ربنا سبحانه وتعالى. احنا لو على الكلام احنا ما فيش اكتر منه، وعايزين فعل بقى يا حضرات. احنا بنشكرك على وجودك معانا في حلقه النهارده، جزيل الشكر. ربنا يكبر خاطرك يا رب، واتمنى ان يكون كلامنا مش مجرد سطور ولا كلام بيدور جوه الصدور، كلامنا باذن الله نهر بعده من خير هيفور ونفتح لكل الناس طاقه طول حبيبي. اللي هو برنامجنا اللي هو بنشطب حلقته على كده. بشكركم جزيل الشكر.